غريبة جدا يرويها الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المطبوع له عن عبد الله ابن أحمد رضي الله تعالى عنهما، يقول: جاء الإمام داود ابن علي الذي صار يلقب بداود ابن علي، هو داود ابن علي الأصبهاني الظاهري، لأنه تقريبا مؤسس مذهب أهل الظاهر. ابن حزم هو الذي بعج أيها الإخوة بقر بطن هذا المذهب، ووسع مسائله ومد رواقها وبساطها. هذا شيخه الأول داود ابن علي الظاهري رحمة الله تعالى عليه، جاء من خراسان إلى العراق إلى بغداد، فلقيني، لقي عبد الله ابن أحمد بن حنبل رضوان الله على الجميع ورحمة الله على الجميع، فقال لي: يا عبد الله، تعلم محبتي للشيخ، أنت تعلم كم أحب أحمد بن حنبل ولكم، وقد بلغ الشيخ عني مقالة ليست مقالتي، أنني أظهرت القول في خراسان بخلق القرآن، قلت القرآن مخلوق على طريقة المعتزلة، أنا لم أقل بهذا، هذه ليست مقالتي، فلو أعذرتني عند الشيخ، يعني أقمت عذري، قل لأبيك، ادخل قل لأبيك داود يقول هذه ليست مقالتي، أنا متبرئ منها، لا أقولها، وهو إمام هذا. فقلت: أفلا تريد يعني أن تدخل أنت؟ قال: لا، منعه الحياء ربما أو هيبة الإمام. قال: فدخلت فقلت: يا أبا، داود ابن علي بالباب يقول كذا وكذا وكذا. قال: هات الإضبارة. ناولنا الإضبارة، مجموع كتب طومار هكذا. قال: فناولته فأخرج كتابا، وفيه من محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري، هذا الذي أقام الدنيا ولم يقعدها على على دماغ الإمام البخاري في نفس المسألة، يعني البخاري ظلم ومات مظلوما، الرجل مات مظلوما مقهورا بمسألة خلق القرآن، حدثتكم عنها قبل أشهر يسيرة، هو هذا الذهلي نفسه متعصب، رجل متعصب جدا يا أخي متعصب. قال: عندي كتاب من محمد بن يحيى يقول إن علي فعل وفعل وأظهر عندهم الحال والمحل وأظهر القول بخلق القرآن. قال: فهو يقول إنه لم يقله. قال: أنت تأخذ كتب وهي الرجل موجود وببابك يقول أنا لا أقول هذا ولا أنتحر. وبعدين مش خايف من أحمد، أحمد ليس سلطة يعني تنفيذية، لا بيقدر يقطع رزقي ولا يقطع عنقي، أنا جاي أبرئ نفسي، أبرئ ونفسي، أقول لك أنا لم أقل هذا، ومن نقله عني معناها قد كذب، ولم يقل هذا لكن هذا معناه كذب علي يا أخي. فقال: لا، لا أصدق هذا المبتدع الكاذب، محمد بن يحيى أصدق عندنا. ظلم، هذا ظلم، والله ظلم، صح ولا لا؟ ظلم من أحمد رضي الله عنه وغفر الله له. يا أخي تصدق ما تصدق، الرجل ببابك وهو إمام لا يخشاك ولا يرغبك، ما عندوش رغبة ولا رهبة، صدقه. قال لك: لا، صاحب الكتاب بكتاب أصدق عندي من هذا، خلاص. ولم يسمح له، لا، لم يأذن له حتى بلقائه، في ظلم. فلا تقول لي أحمد، أحمد كأنه نبي، نبي الإسلام أحمد ابن حنبل المعصوم الذي لا يخطئ أبدا. أحمد ذكرت لكم مرة رضوان الله عليه ظلم كثيرين، ظلم العشرات من الأئمة والعلماء في مسألة خلق القرآن الكريم، حتى قال بعض علمائنا أيها الإخوة، قالوا أحمد تعاطى وتعامل كأن مسألة خلق القرآن هي ثاني توحيد الله، كأنه لا إله إلا الله والقرآن كذا وكذا، لا نقول فيه كذا وكذا. إيش يعني جعلتها الأصل الثاني للتوحيد؟ يعني المسألة هذه ابتليت بها، ثبتك الله على مذهبك أهلا وسهلا، لكن لا تطعن كل من خالف وعنده حجة أو تأول أو دليل أو كذا، لابد أن نتفسح. ما في هؤلاء العلماء يا إخواني،